ولكن الجنوب اللي مبسوطين فيك. واليوم شرفتنا. تبرون من يمين ويسار ما نشوفكم. الله لنا الله لنا. الله يسعد لي هالوجه. يا مرحبا والله ما اسهل. يا مرحبا والله ما اسهل. يا اخي في 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 قصائدك وفي تقهوي ذكرت ايام السوق حبيبي، ايام الدخلات الحلوه، ذكرت وانت تنشد ايام خبز الميفا، تذكرت صراحه ذكريات كلها مرت علي. اول ما شفتك ابو سليمان بيض الله وجهك، يعلم الله انت استاذ في الاعلام ولك تواجد ولك حضور ولك بصمه، الكل يعني صراحه يحبك ابو سليمان. الله يجعلنا محبتنا واياكم فيما يرضي الله سبحانه وتعالى. اللهم والحقيقه والله ان الواحد انه يتشرف وانه فخور لمن يجلس مع مثلكم وشرواكم. لا والله انت يا ابو عبد العزيز ولا حبيبنا ويعني ان قلنا انه طال عمرك في مقام الكبار فهو في مقام الكبار في القلب، وان قلنا انه طال عمرك في مقام الشباب وطال عمرك ولا ابناء فانت والله ما نشوفك الا زي احد من اولادنا، وانت يا سالم نموذج في العلوم والله يوفقك ان شاء الله. من يقول على كل حال يا طول العمارة، نقول اولا بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اولا فتشرف والله ان نتشرف لما نجلس في مثل هذه المجالس ونشارك وطال عمرك ونطل على احبابنا واخواننا واخواتنا وابنائنا وبناتنا المشاهدين والمشاهدات من خلال هذه القناه. يا سلام. ونقول شكرا لكم يا ابو عبد العزيز، وشكرا لابو صالح، شكرا لقناه الواقع يا طول عمرك. حقيقه يعني بعد الله سبحانه وتعالى لها علينا فضلا كبير يا رب، وان كنا الحمد لله بشرك يعني لنا من الفضل يعلم. اي والله لنا مشاركات الحمد لله يعني ولا هي منا في كل القنوات، لكن يبقى قناه الواقع لها طعم خاص. يا سلام. وابشرك وابشر الاستاذ سالم وابشر ابو صالح والاخوان في الكنترول واللي كل من يعمل في هذا الكيان الراقي الاعلامي المميز، ان لكم محبه ولكم يعني جمهور ما تتوقعونه والله. طال عمرك احنا نحضر في مناسبات في احتفالات في مهرجانات، وتخبر خاصه السنه هذه ما شاء الله تبارك الله، السنه هذه يا شباب ولا يهونون المتابعين والمشاهدين كان لها طال عمرك يعني زخم اعلامي وفرحه وسرور لدى كل طوائف المجتمع. لن تخبر مرت علينا فتره 3 سنوات ولا حواليها صاحبت طال عمرك ظروف الكورونا وظروف توقف بعض النشاطات، فالناس الحمد لله يعني يمن الله سبحانه وتعالى اكرمنا طال عمرك وقامت الدوله الله يحفظها في ممثله في الجهات المعنيه اللي اشرفت وقامت على هذا طال عمرك العمل الجبار. اضطررنا يا طوال العمر في فترة أنتم تخبرونها لا والله في وزارة الصحة ولا في وزارة الإعلام ولا في وزارة الله في الجهات المعنية اللي أشرفت على هذا العمل الجبار، واستخدمت أشياء ما كنا طال عمرك يعني استخدمت تقنيات عالية جدا، وكان طال عمرك يعني ينقص بعض الأمور لكن سرعان ما سبحان الله استوعبوها الشباب وسخروها طال عمرك لخدمة هذا البلد وخدمت هذا المجتمع، فخرجنا الحمد لله في بر إلى بر الأمان. قدام أمس يا أبو عبد العزيز ولا يهون أبو مانع، أبو مانع نفداك. أنا أغبط محبتك لسالم بالحزام حبيبي. إيه لأن من اليوم يقول سالم هو يقصد سالم لأنه معنا في المجلس سالم. إيه عشان سالم بالحزام. الله يسعدك ويطول عمرك. ولكن نسيت مسفر يا أبو سليمان حبيب قلبي، نسيت فشار ونسيت أمور تخابر وزينة فأقول له يا حبيب قلبي اسأل اسم من الولد مانع. مانع من والله ان طلع مركن بيننا وبينك ما يلزم، وزاد وملح ومشاركات، لكن تخبر من كثر ما احنا مشارك ومن كثر ما احنا نقابل من المطاليق اللي زيكم احيانا تفوت علينا بعض الاشياء. نضيع بالاخوان مندل الله يسلمك ان شاء الله. فاقول لك يا طويل العمر الحمد لله سبحان الله تعالى، امس قبل يعني كم يوم كذا على غفله كذا ما كنت انتبهت اطالع للحرم يا طويل العمر ما شاء الله كل المعوقات والحواجز واللي كذا زيلت من الحرم، وصاروا الناس طال عمرك يستلمون، صاروا الناس طال عمرك الامر طبيعي وعادي جدا يا رب. وفي يعني لما تقارنها بايام مضت وذاك الرعب، وكنا نتمنى نشوف الكعبه والله كنا نتمنى ودنا نشوفها ولا نشوف حتى واحد، الان ما شاء الله زحام وهذا، وهكذا الدنيا يعني لا خير بدائم ولا شر بدائم، هذا حال الدنيا. على اي حال شكرا لكم وشكرا للسؤال، يعني انتم تسالون وكل بيسال والله لا يحرمنا منكم ولا يحرمنا من الخيرين، ونتشرف ان يعني عندنا سوالف واجد واسئله واجد لك ابو سليمان. الله يسعدك يعني نبي نسالك وش سويت
ونبي نسألك وين رحت وين جيت، نبي نسألك عن العملية ونجاحها، ونحمد الله صراحة الله أنا انبسطت يوم شفت العصا مهم معك صراحة.